هكذا يبدو المشهد داخل مبنى الأمم المتحدة هذا الأسبوع. اجتماعات وخطابات وجلسات محورها سبل تطويق أزمات المناخ والتشجيع على مبادرات صديقة للبيئة. نافذة فرصتنا لمنع أسوأ تأثيرات المناخ اقتربت من الإغلاق ولا وجود لمنطقة محصنة. كل قارات الكوكب متأثرة بحرائق الغابات والفيضانات والجفاف. خارج هذه الأسوار وبالضبط في منهاتن احتشد العشرات من النيويوركيين ونظموا مسيرة وإضرابا لحث القادة المجتمعين على بعد أميال منهم على تحويل أقوالهم إلى أفعال. كل ما نريده هو الحل، ولا أحد سيوقف جيلي عن بلوغ هدف التوعية بأزمة المناخ. الأمر ليس قضية سياسية وليس محط سجالات بين السياسيين، بل هي قضية تتطلب حلا الآن. ليس عدلا أن نرى كل هؤلاء الناس الذين تأثروا بالكوارث المناخية، وهذا ما جعلهم يفقدون الأمل، ونحن هنا نصارع من أجلهم. يضيف المنظمون والمشاركون إنه بهذا الاجتماع تريد نيويورك وعلى غرار عدد من مدن العالم اسماع صوتها لصناع القرار السياسي والاقتصادي بأن خطر الاحتباس الحراري لم يعد يحتمل المزيد من الخطابات بل يستدعي التحرك العاجل. تأتي هذه المسيرات وهذه الاحتجاجات عبر نيويورك وباقي دول العالم بالتزامن مع اليوم الأخير من أسبوع الأمم المتحدة لتغير المناخ، وأيضاً قبيل أسابيع قليلة من القمة المناخية المزمع عقدها في غلاسكو باسكتلندا. الحرة، نيويورك.